الكتاب 255، المقالة 1، أرى كيفوركيان. نتذكر بقلم أرى سوفاليان. في أواخر عهد القمع والستار الحديدي والدماء وأشران الأسيد ماء النار بين قوسين الاتحاد السوفيتي، عندما تمكنت في بداياته حفنة من التتر والخزر والمجرمين وشذاذ الآفاق، وهم الأداة المستخدمة عبر العصور لقلب الموازين، تمكنت من الانقلاب على عظمة روسيا القيصرية، فأذلتها وقتلت نيكولاي الثاني كونستانتينوفيتش رومانوف آخر قياصرة الروس، بعد اعتقاله مع أفراد أسرته ومعهم ولي العهد، وكان طفل صغير. فتم تنفيذ مجزرة بالأسرة الحاكمة في أصولها وفروعها، حتى تلاشت هي وكل أقاربها. مجزرة ارتعد لها العالم، وظلت هذه المجزرة مستمرة لسبعون سنة، إلى أن تهاوى السكير بوريس يالتسين، وتهاوى معه الاتحاد السوفيتي بلا رجعة. في أواخر هذا العهد وقبل السقوط المدوي، وبعد أن نالت أرمينيا القسم الأعظم من التنكيل والعقوق وقلة العدالة والمظالم، قرر الشباب الأرمني وخاصة الذكور الهجرة من أرمينيا إلى العالم الحر بأي طريقة ممكنة، وكانت الهجرة عبر طريق واحد لا غير، ولكن تكتنفه المخاطر الشديدة، وهو الوصول إلى غرب الجمهورية ورشوة حرس الحدود الروس وعبور حواجز الأسلاك الشائكة والدخول في أرض الألغام. فإذا استطاع الهارب الخلاص من هذه المنطقة التي تدعى الأرض الحرام بسلام، بقي عليه حاجز الأسلاك الشائكة التركية، وبعد ذلك سيتم اعتقاله من قبل القوات التركية ليخرج ليزج في السجن، ليمر بما سيمر به، ليتأكدوا بأنه مجرد هارب من النظام القمعي الشمولي السوفيتي وليس جاسوس ولا مخرب. ويبدو أن هناك تعليمات أمريكية تزود بها الأتراك باعتبارهم أعضاء في الحلف الأطلسي ودولة المواجهة الأولى مع الاتحاد السوفيتي، تفرض وجوب مساعدة هؤلاء الهاربين وتمكينهم من بلوغ مآربهم. وكان الهاربون أناس استثنائيون، ومعظمهم مهدد بالاعتقال والتصفية. كان يكونوا سياسيون أو عسكريون وينتمون إلى جهات تنادي بالديمقراطية والتحرر من النير السوفيتي الذي وضع على رقاب الأرمن في العام 1920 بعد خلاصهم من النير العثماني الذي استمر من العام 1070، وهو عام سقوط دولتهم ومملكتهم الروبينية وسقوط عاصمتها آني. إن هروب السياسيين والعسكريين المهددين بالتصفية هو أمر طبيعي، أما أن يهرب موسيقي عازف أورج
فهو أمر غير طبيعي ولا مبرر. اجتاز آرا كيفوركيان في أواخر السبعينات من القرن الماضي الحدود الأرمنية التركية، وقدم رشوة لحرس الحدود الروس المشرفين على الفصل بين أرمينيا وتركيا، واجتاز الأسلاك الشائكة، ولم يطلق الروس عليه النار لأنهم قبضوا، وعبر الأسلاك الشائكة ودخل المنطقة الحرام، وعبر من حقول الألغام بسلام ولم يصاب بأذى، ودخل الأسلاك الشائكة التركية وعبر إلى الجانب التركي، فتم اعتقاله من قبل الأتراك وتم التحقيق معه وزوجها في السجن. وبعد التأكد من أن الشاب ليس أكثر من موسيقي ولا دخل له بالجيش ولا بالسياسة، وبعد استبعاد فرضية أن يكون جاسوس أو مخرب، خاصة وأنه مكشوف ويديه فارغتين، تم سؤاله عن الهدف من هذه المخاطرة التي وفي أغلب المرات لا تنتهي على خير. أجاب: أريد الذهاب إلى العالم الحر والوصول إلى أمريكا. وقال: سمعت أن حلب قريبة من الحدود الجنوبية لتركيا وتحوي أرمن كثيرين، ساعدوني للوصول إلى حلب والباقي سيتولاه الأرمن. ولم يكن مع آرا كيفوركيان أي أوراق ولا جواز سفر، فلقد أرشدوه على الطريق ليتابع طريقته في الهروب وعلى مسؤوليته الشخصية. فوصل إلى حلب فتلقفه أرمن حلب، وظل في ضيافة أرمن حلب لفترة، وتم تأمينه إلى دمشق. ووصلتني قصته وقصة هروبه حتى وصوله إلى دمشق، وسمعت أنه عازف أورج مغمور لا يعرفه أحد ويريد الهجرة إلى أمريكا. وأمضى فترة قصيرة في دمشق، واستطاع أرمن دمشق تأمينه ليصل إلى بيروت. فوصل إلى بيروت فتلقفه أرمن بيروت وصار في أمريكا. في أمريكا وصل إلى مبتغاه وعمل في الموسيقى مع أرمن أمريكا، وأصدر أول سي دي موسيقي له باسم آني، ونجح السي دي عالميا وبشكل مذهل. فلقد كان آرا كيفوركيان يخفي عبقرية متميزة، لقد سلك طريق هاروت بامبوكجيان. هاروت بحنجرته وجعبته المليئة بكل قصص التاريخ وروائع الفدائيين الأرمن وقصص الإبادة، فصاغها بطريقته ووضعها في خدمة اللوبي الأرمني في أمريكا، وأغلب أعضائهم من حزب التشناك، فصار هاروت محسوبا عليهم وغنى كل أغانيهم الثورية، فتم دعمه من قبلهم وأوصلوه للعالمية. وسلك آرا كيفوركيان الطريق نفسه ولكن بشكل مختلف، فلقد اتجه إلى النواحي القومية والتاريخية للأرمن وذكريات الإبادة، ولم يقترب
من أغاني تاشناك الثورية، فكانت نظرته أهم وأشمل وأكثر استقلالية. ومع ذلك لقي نفس التشجيع من أرمن أمريكا، وتحول مثل هارود بامبوكجيان إلى العالمية. استخدم آرا كيفوركيان باعتباره عازف أورج ومؤلف موسيقي أعقد الآلات الموسيقية والسترينجسات والسنتيتايزرات في موسيقاه، واستخدم التقنيات المعقدة في الاستوديوهات الأمريكية وأصوات الآلات الحديثة التي تعتبر أصوات دخيلة على الأذن الأرمنية، فتم في البداية استغرابها، وراهن آرا كيفوركيان على النجاح ونجح بشكل كبير، وصارت طريقته الحديثة مستثاغة ومحببة. تناولت كل ألبوماته ذكريات الإبادة، فكانت قطعه الموسيقية تحمل الأسماء آني غارس أردهان أدنا موش، لدرجة أنه أدرج كل قصص الإبادة وكل المدن في أرمينيا الغربية التي حدثت فيها الإبادة في موسيقاه، وتغنى بيريفان وأدرج في موسيقاه موسيقيين عالميين هنود وأمريكيين ولبنانيين، ووزع للمغنية الأرمنية القديرة روزان أفيديكيان أغنية لسيات نوفا هي نازاني، وضع فيها مزيجا من روح سيات نوفا وآرا كيفوركيان وروزان أفيديكيان، فكانت واحدة من معجزاته، وهي بمصاحبة آلة القانون العربية والهارب الأغريقية ضمن حشد من الآلات الوترية الأرمنية التي تفرض نسمات سيات نوفا العطرة المشبعة بالرياحين. كان يسافر باستمرار إلى أرمينيا لإحياء حفلات موسيقية كبرى، وسبقه هاروت بامبوكجيان في عادة حلوة لحقه إليها آرا كيفوركيان: كنت أشعر بها كموسيقي، فلقد كنت ومعي معظم الموسيقيين في سوريا حيث كنا نعيش في حرمان في ظل الاشتراكية ومنع الاستيراد، فلقد كنا نشتهي جيتار في يد عازف لبناني أو أورج حديث لا يمكننا الوصول إليه. ولا بد أن الموسيقيين الأرمن في أرمينيا كانوا يعيشون في ظل الحرمان عينه، لذلك كان هاروت بامبوكجيان يسافر إلى أرمينيا من أمريكا ويحمل أطنان من الآلات الموسيقية، يتركها على أرض الاستاد بعد الحفلة ويصعد في الطائرة عائدا، لا يحمل إلا جواز سفره، يترك كل الآلات التي أحضرها معه، يتركها هدية للموسيقيين الأرمن المحرومين من مثيلاتها. وتبع آرا كيفوركيان هاروت بامبوكجيان في عادة ترك الآلات الموسيقية للموسيقيين الأرمن بعد الحفلة. واحدة من أجمل الحفلات التي شارك فيها آرا كيفوركيان هي الذكرى 25 لاستقلال أرمينيا، وحضر الحفلة الرئيس الأسبق سيرج ساركيسيان
الذي كان يجلس بقربه كاثوليكوس أرمينيا كاريكين الثاني، وكانت حفلة رائعة اشتركت فيها الألعاب النارية بالموسيقى الفخمة، وكانت أجمل أعمال آرا كيفوركيان على الإطلاق رائعته الأوبرالية نتذكر، تحوي فرقة موسيقية كلاسيكية كبيرة تصحبها فرقة كورا العظيمة، والكل يحتشد أمام النصب التذكاري في تزيتزير ناغابيرت، وإلى اليسار آرا كيفوركيان خلف برج من أورجاته وسانتيزايزراته وكيبورداته الأسطورية، وكلها أمريكية. أما رائعته الأوبرالية التي سأورد ترجمة لمعانيها بالعربية ثم بالإنجليزية كما تم غناؤها، لأختم المقالة بالرابط الموصل إليها في اليوتيوب والفيسبوك، هي بالطبع تشرح نفسها وتتحدث عن بطولة شعب يتحدى الفناء وينتمي إليه بكل فخر، موسيقي أرمني مغامر وصل إلى تحقيق هدفه بالوصول إلى الحرية، موسيقي مغمور تحول إلى أسطورة اسمها آرا كيفوركيان. نتذكر الفقرة واحد، جنود الإمبراطورية منتشرون كهلال القمر، نشروا الرعب والموت والظلام، فلا أحد في مأمن من شرورهم، عاصفة غضب ونار مستعرة تجلب نارا وأهوالا ثم فيضانات، الضرب والقتل والموت بلا رحمة وسفك الدم البريء بلا مبرر، الجوقة، يا الله القدوس الذي خلقنا نحمل إليك صرخاتنا وتضرعنا إليك لإصلاح قلوبنا المحطمة وشفاء الجروح التي بداخلها، خذ منا الألم الذي يحرق أرواحنا، امسح الدموع دموع الألم التي تحرقنا في كل مرة. الفقرة 2، تحول كل شيء إلى خراب وضاعت الكنائس وأماكن العبادة وحل الخراب مكانها، عائلات وأسر نساء وشيوخ وأطفال تم اقتيادهم إلى حيث شفرات سيوف الشر. سهول الخير في أراراد تحولت إلى سهول دمار وخراب، وجيل من الأرمن ضحايا الإبادة صاروا بقايا الذاكرة، الجوقة، يا الله أيها الأب الأبدي خالقنا نقدم لك طلباتنا المحقة، أن تمسك بيدنا وتعطينا القوة في قلوبنا ونفوسنا وضمائرنا، علمنا كيف نحب ونغني ونرقص على أغاني الفرح الذي ضاع منا، امنح هذه الأرض المباركة والمقدسة الشفاء والخير من جديد،
لتعود لنا ذاكرتنا مرة أخرى. الفقرة 3، أصوات الشهداء نسمع أصداؤها كنداءات تخرج من القبور. من سيتحدث نيابة عن الأشخاص الذين لم يستطيع أحد إنقاذهم من قبل ولا تحصيل حقوقهم من بعد؟ ليس هناك شك في أن جلالتك تعرف المنفذين وتعرف حتى على من يقع اللوم. صرخوا من أجل الحرية والعدالة والخلاص، فكان نصيبهم الإبادة الجماعية. الجوقة، يا رب كل الأمم، نحن نأتي إليك بصلواتنا، أخرجنا أيها القادر من الظلمات إلى النور وإلى النصر من جديد، احمنا بسلام بيداك يا الله بعد طول غياب، أعد شعبك يا الله إلى بيوتهم وأراضيهم ليسبحوا بحمدك في كل حين. آرا سوفاليان، كاتب إنساني وباحث في الشأن الأرمني، 24/7/2023.